السلام عليكم اخوات، بغيت ندير لكم واحد الموديل ديال راندا بهذا العقيق هذا ما تسمو. كنت طلبته عليا ديال الزواقات وبغيت نوريكم كيفاش الطريقه باش كنبدا من الاول. اول حاجه من هنا الفوق من سميتو الكول كنعبر شحال بغيت 40 سنتيم من هنا 40 سنتيم بس تقويره هي هذه التقوير. كنعبر 40 سنتيم 30 36 من حسب الطول ديال المراه. وانا عبرت هنا كنشدو كنبلو كناخذ هاد الثوب هو كنبلو حتى لتحت عاوتاني هنا لا ميم شوز وغندير لي امدا من هنايا. دابا هادي غير تلقي تحتانيه باقي ما بديتش القدام الفوق يعني التحتانيه كندير هاد الفنيته باش كنحدد بيها سميتو الراندا من السوق باش يبقى داكشي مقاد يمشي مقاد على كومسا شتو اي دابا كنحدد بيها كنحيدها. كنخدم دابا بينو عادية وحيد ندير جوج هيا نضرب عاوتاني هنايا الحمد لله ممكن نقد الخدمة باش ميجيش داكشي عوج. كاين الأخوات لي كيتحكمو في الخدمة وكاين الأخوات لي مكيتحكموش في الخدمة. نضرب هنا في التوب دابا كندير غير بين اللولة وهاد التانية هكدا. دابا غنبدا ندخل ان شاء الله ما تصومو غير هاد الهبطة التانية طلع غير ديال الهبطة التانية تصومو هانتوما شوف. دابا هاد الساقيقة ركبتها هنايا تبع معايا مزيان نجي ونركب عاد نضرب النعوينة كنبقى غادا التانية كنخلي واحد سباس باش تجيني ميلة الخدمة تجيني ميلة شتو ها مكنجيش مقابلة معاها مي كنجي شوية هابطة عليها هانتوما باش تجيني ميلة باش يبان داك الديكور ديال العقيق مايل. نحاول نكبر لكم الصورة باش يبان لكم مزيان باسكو حنا مكيبانش ربما مكيبانش لكم مزيان كنتمنى يكون يبان ليكم هي هادي شتو هانتوما. نجي عاوتاني نضرب هنا في التوب هنا كنضرب عوينة كندير دقيقة كنهبط باش كتجيني الخدمة مايلة شتو بحال هاديكوا كتا المنظر زويون شتو كنبقى غدا بغيت نحبس شوية العقيق وندير راندا ونقدر نحبس بحال دابا ندرت خمسة ونزيد ستة وغندير لكم غير عوينة تاع راندا باش نوريكم الطريقة كيفاش كندير لها. نتمنى هادشي يكون واضح شوية شتو دابا هنا شتو هنا أنا غنضرب هنايا نحاول نخلق في هاد البلاصة هادي في هاد البلاصة شتو كتبان ليكم في هادي نخلق عوينة هاي عوينة غنديرها ونضرب هنا في التوب نرجع في هاد العوينة هكدا نبقى غادا هانتوما. هادي غير الحطة ديال الجلا باقي مكنبداش نص التوق غادي نبدا منكمل هادي غنبدا هانتوما. دابا هادي غير عوينة مناقية عاد نبدا تما نرجع هاد الديكور بحال هاكا نتوما شوف عوينة وحدة كندير هاهي كنخدم شحال ما أنا بغيت
عندي شي حاجه محدده انا مزاجي شو ممكن تكون خدمه متقونه والسلام هذا المهم العوينات مضروبين في الثوب مزيان قادين وغادي مقادين كيشدك العوجيه ممكن حتى شي حاجه ماشي شي ضربه داخل وضربه خارجه كتبقى غاديه في الخدمه ضربه الثوب راه مهم من بزاف هما الراندة شو فوالا دابا هنا جوج ربعة هانت دابا هنا درت جوج حسبو من هادي مكملت هادو جوج ربعة ست دقيقات من مورا هاد دقيقة كنحسب واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة بون هنا في هاد الضربة غنضرب هاد العوينين السابعة وغادي نهز دقيقة وغنبدا هانتوما انا غادي نبدا نميل عاوتاني ونجي هنايا كنبقى غادا بهاد الديكور كيطلع زويون في الجلابة ومام طون هيت مع هاد الخيط غالي خديتو بمية وخمسين درهم ما غادي ربما ميقدكمش ربما شي حاجة وهدا شتي بزاف غالي شو هدا ماطون الكارو ماشي بحداك لاخر لي فيه داك سميتو هدا فيه البريونس ولكن ومام طون مكيتقشر ما والو كيبقى بحال هكدا شوف الديكور ديالو كيفاش داير شو هكا كيبقى دار كارو هذا ماشي ديك ماتسون الاخر نوريكم ماتسون الاخر العادي باش تشوفوا الفرق بيناتهم نوريك لكم هانتوما ماتسون الاخر العادي شوف الفرق بيناتهم هاو هذا عادي هذا كارو هذا هو الفرق بيناتهم كنبقى نكمل كنبقى نكمل حتى كنكمل مع عشرين ستة بحال هكدا ونبقى غادا هانتوما شوف المطار كيفاش كنبدا البياسة وصافي من اللول ديالها مبقاش كسولني كيفاش درتي جوج ربعة خمسة ستة جوج ربعة خمسة غنكمل ستة ها ستة هادي دابا هنا ملي غنضرب هنايا غنخلق عوينة هاهي هي هادي أنا غنخلق عوينة باش تخدم هاد الراندة هادي هانتوما كنبقى غادا ها شتو ها كنبقى نازلة كنكمل نفس العيون وكنبقى غادا عاوتاني نفس الطريقة شتو هانتوما كنضرب العيون عاديين يحرصو على الضربة في التوب تكون مزيانة وكتبقاو غاديين عوينة وحدة تنكمل نفس العدد لي كاين هنا واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة واحد جوج تلاتة ربعة خمسة هانتوما ستة هيا ما عرفتش شحال قدني الخيط من الاحسن نحيدو باش ما كندير العقيق ما ديرش كيفاش غندير ليه من الاحسن ها كنديرو هكدا باش نبدا بخيط اخر ديما الحلق قبل ما تبداو بيه شدوه بحال هكدا وتياليو بحال هكا مزيان باش كيبقى في الخدمه ما كيبقاش ديرونجيك في ليبرا فوالو كتخدمي بيه مزيان وهي برقي يبقى وكيدخل فيها دغيا شو هاي رقيقة انت ضروري غتحاولي معاه بشوية بشوية تدخليه هانتوما بزاف الاخوات ملي كيبغيو يضربو هاد العوينة في التوب ديال البدية كتبقى كتبان ليهم كيبان ليهم الفرق ديال الخدمة لا ملي ندير هاك العوينة شوش ندير نجري يدي مزيان شتيها بحال هاكا باش متبقاش تبان باش تبان عوينة عادية باش اغلبية لي كيخدمو كيبان ليهم الفرق بين دوك العوينات هانتوما جوج ربعة ستة سبعة دابا هنا ان شاء الله غادي نبدا دقيقة هاهي ونزيد عاوتاني نهبط هنا ايه بقى غادا
زوين زوين مع هاد البوردو غوز. ملي كتشوفو غوز ولكن ملي كتخدم هنا مكيبقاش غوز. هذا هو الاشكال في العقيق. شوف دابا هنا كيفاش كيبان، ولكن ملي كنخدمو مكيعطيش نفس اللون. هانتوما شتو، مكنمشيش نبقى هكدا، كنمشي ميلة. خمسة كيبقى غادا. جوج تاع خمسة نزيد ستة، هاهي هاهي ستة، جوج ربعة خمسة ستة. دابا اش غندير؟ ندير العوينة هنا ياك، أو غنخلق عاوتاني العوينة ونبقى غادا بحال هاد نص طاير حتى نكمل هاد القدام كامل. هانتوما شتي كيجي، كيجي روعة. الحرير على جوج شعرات، وهاد الالوان الغامقين ديما كيكون الحرير ديالهم غليظ. منين تبرميه برميه وجبديه ماشي الله يجيك هو هذاك. شو هانتوما صافي كتبقاو غاديين، تبقى خدمة نقية ومزيانة. شو هانتوما شو شكلاش كتبان الخدمة، معرفتش كتبان ليكم مزيان ولا لا. هانتوما ديما نحسب باش من باش بخوك شي غا باش كشي يبقى غادي مقاد بين زوين في المنظر. هانتوما جوج ربعة ستة، نخدم السابعة وغنبدا عاوتاني باش كشي يبقى مقاد كلشي بحال بحال. هانتوما خمسة كتم منظر زوين كيجي مائل، كتم أو كتم كيطلع دغيا مكنشدش كل الوقت. هانتوما شتو دابا ستة نضرب هنايا عوينة ونخلق عاوتاني عوينة ونبقى غادا نفس الطريقة. شتو كنتمنى تكونوا استوعبتوا الطريقه والعمليه. شو كنتمنى تكونوا استوعبتوا فهمتوها مزيان. كنبقى غادا شتو شوف النتيجة. كنتمنى يكون عجبكم هاد الطريقة اللي درت عجبتكم. بون غنكمل الخدمة حتى لتحت وغنبدا في نستوق ونوريكم الطريقة كيفاش كديرو هاد نستوق. يلاه كنتمنى لكم التوفيق. يلاه وشكرا.